باقي وعند الشريعة وعند الشريعة قد ثقيلة أهل العليلة طفلتي بجي لو هتي حجي جرح ما يلتقي وتفز من الحلم طفلتي انحار عم زينة خذيني بالحضن بموت من الحزن طفلتي بجي لو هتي حجي جريح ما يلتقي تفيز من الحليم طفلة حار عم زينة طفلة حار عم زينة خذيني بالحضن بموت من الحزن ليا خاطر من جري وحق جدتي الزيتية ليا خاطر من جري حق جدتي الزيتية بلا دواء بليل وصبر ما ينبري اللي بي جمع خولي من طريق جثة على الواطية بس أبويا المين ذبي لدو سلاع واجية ليا خاطر من جري حق جدتي الزيتية لا دواء بالليل وصبر ما ينبري اللي بي جمع خولي من طري جثة على الواطية بس أبويا المندبر لا تدوس لا عواجية طفلة آني بس زماني طفلة آني بس زماني سلب مني الفرح من احسن
حسين ذبح بحلمي جاني سهم ثاني بحلمي جاني سهم ثاني لعبد الله طفل وعاقلي من لعبد الله طفل وعاقلي من قبر الراضي بكربلاء لا ما حفرته لما انفطم من حرملة لا ما فطمته قبر الراضي بكربلاء لا ما حفرته لما انفطم من حرملة لا ما فطمت وعبد الله خي واحمله كتفي حملته تالي افصل ما اقتله جني الذبحته تالي أفصل ما اقتله جن الذبحته بسكت يا عم فاضت لي العين بسكت يا عم فاضت لي العين كم للمهمة عن مصرع حسين بس عندي كلمة في ساعة البيت منه اللي ضمه والزهرة في وين والزهرة في وين منه اللي ضمه منه اللي ضمه مأجور والزهرة في وين قبري الراضي بكربلاء لا ما حفرته لما انفطم من حرملة لا ما فطمت قبر الراضي بكربلاء لا ما حفرت لما انفطم من حرملة لا ما فطمت عبد الله خي واحمله جت في حملته تالي افصل ما اقتله جني لذبحته عبد الله خي واحمله جت في حملته تالي افصل ما اقتله وشن لذبحته بسكت يا عم فاضت لي العين كم للمهمة عن مصرع حسين عن مصرع حسين بسكت يا عم فاضت لي العين كم للمهمة عن مصرع حسين بس عندي كلمة في ساعة البيت منه اللي ضمى والزهرة في وين والزهرة في وين منه اللي ضمى
اعذريني لما ننعي واسأل يا عم بدمعي اعذريني لما ننعي واسأل يا عم بدمعي دوست شمور بضلاعه والله احيسها بضلعي دوست شمور بضلاعه والله احيسها بضلعي اسال يا عم بخوفي بس اختناق بالعبره اسال يا عم بخوفي بس اختنق بالعبره داس الشمور بنعاله طبع اثار في صدره اسال يا عم بخوفي بس اختنق بالعبره داس الشمور بنعاله طابع اثار في صدره ولما انرفس اطرافه ذكرني جنة بعصره ولما انجذم حق ذبحه يجتمع لي والزهره لما انجذم حق ذبحه يجتمع لي والزهرة وحسينا وحسينا وغريبة أسأل يا عم بخوفي بس أختنق بالعبرة داس الشمور بنعالة طابع أثار في صدره لما انرفس أطرافه ذكرني كان بعصره ولما جثم حق ذبحه يجتمع لي والزهرة يجتمع لي والزهرة وجه السماء في نكبة ما هي تراها ضربة وجه السماء في نكبة ما هي تراها ضربة والله 12 وصعبة نحصيها كلها وحسينا 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 وجهي السما في نكبة ما هي تراها ضربة والله 12 وصعبة نحصيها كلها نحصيها كلها نحصيها كلها اسمع 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 شيبة مساك بيسارة وبالميمنة بتارة شيبة مساك بيسارة وبالميمنة بتارة وحر الرميل بخدودة يا دنيا يا دوار يا دنيا يا دوار كل ضربة جانها سورة محذوفة من قرآنة حق جدي في كل ضربة حق مهجتي العطشانة يفحص يا ويلي برجله يصهل عليه حصان حتى فصل كل راسه
وحسينا 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 كل ضربة جنها سورة محذوفة من قرآن حق جدي في كل ضربة حق مهجتي العطشان يفحص يا ويلي برجله يصهل عليه حصان حتى فصل كل راسه وتغيرت ألوانه حتى فصل كل راسه يا عم وسأل عن عمي عباس يا عم وسأل عن عمي عباس لما الرمح شاف علي بهي الراس لما الرمح شاف علي بهي الراس يا عم واسأل عن عمي عباس لما الرمح شاف علي بهي الراس ولما الرمح شاف علي بهي الراس معقول ظل القمر عالشاطي وعالنهر وحسين مذبوح معقول ظل الجسد متأثر من العمد وما ردت الروم معقول ظل القمر عالشاطي وعالنهر وحسين مذبوح معقول ظل الجسد متأثر من العمد وما ردت الروح وما ردت الروح يا عم واسأل وان العلي له بس بضعنكم كن ذليلة يا عم ويسأل وان العلي له بس بضعنكم كن ذليلة بس بضعنكم كن ذليلة يا عم ويا الحرم أتفراري من الخيام من شبه والنار ويا رقي بسبي أمشي وجد النبي أحمد المختار عم ويا الحرام أتفراري من الخيام من شبه والنار ويا رقي بسبي أمشي وجد النبي أحمد المختار أحمد المختار يا عم ويا الحرام أتفراري من الخيام من شبه والنار ويا رقي بسبي أمشي وجد النبي أحمد المختار يا عم واسأل يا عم واسأل عن عمي عباس لما الرمح شاف علي بهي الراس ولما الرمح شاف علي بهي الراس معقول ظل القمر عالشاطي وعالنهر معقول ظل القمر عالشاطي وعالنهر وحسين مذبوح معقول ظل الجسد متأثر من العمد ما ردت الروم معقول ظل القمر عالشاطي وعالنهر وحسين مذبوح وحسينا
وحسينا يا عم ويا الحرام اتفراري من الخيم من شباه النار ويا رقي بسبي امشي وجد النبي احمد المختار امشي وجد النبي احمد المختار.